نعم. سمعنا عن خلاف كبير بين بنت حضرتك دزدمونة وبين الفنانة كادية القيسي بسبب مسلسل مثله برمضان الفات. خلاف كبير وطلع للإعلام. أنت مثلتي أو يعني كادية مثلت وياك بمسلسل حيرة لعدة حلقات. شنو موقفك اليوم الصريح من كادية القيسي؟ منو اللي أنت بنتك لو كادية؟ بالعكس دزدمونة ما كان عندها أي خلاف ولا حتى أنا عندي خلاف. وأنا قلت لك أنا خلافي على على اليوم أنا حتى لو خلاف وأنت تدري شنو كان بيناتنا أنا وياه. أيوه يعني يذوب مع يذوب يذوب عندي يذوب مع الزمن. مو يذوب إنه أنا أنسى وضعي أو أنا ما عندي مركزية بآرائي. لا بالعكس أنا عندي مركزية ومن أتخذ موقف فأنا أدري بيه وهذا الموقف صح. تمشي يعني. ما هذا الموقف صح. بس أقول يعني ما ممكن يعني هواي أشياء يعني هذا الجبل إذا ضرب المي يأخذ منه يا الجرف إذا ضرب المي الموج يأخذ من الجرف. شنو ملاحظاتك على كادي؟ أنا في يوم من الأيام خابرتني هواي دزدمونة ولحت علي هواي دزدمونة قلت لي ماما كافي موقفك من كادي خطية يما ويعني هي حتى لو مو صديقتنا اتصلت بي وقالت لي ماما ليش هيك تعاملني انا صدقني ما معامله احد. انا سمعت بحيره شويه ضايقتيها يعني ظليتي جافه وياها. انا اولا شغلها مو وياي اعرف خلف الكواليس. لا شغلها مو وياي شغلها مو وياي مو بحارتي شغلها ويا القصر عرفت. بس التقيت وياها بمشاهد او احيانا من نشتغل خارجي نجمع الجروبين يجون المخرجين اثنينهم. انا لينا هواية ويا الكل بس أصير جافة ويا اللي يغلط. شلون غلطتي؟ وما أقول حشاها من الغلط. من يجي واحد يبيعك سمسم وثاني يوم يشوفك ماش وأمام شركة وأمام ناس غربة. إحنا دائما أنا وأياد الطائي نجتمع بأولادنا كجروب وإحنا قليلين نقول لهم ترى لا تسوون هيشي هيشي ترى هذا يقلل من قيمتك كفنان عراقي ترى لا تقرأ بالهذا تاخذ نص المساعد المخرج وتقرأ بيه عيب. هسه يقول ليش ما عنده ناس مناطي ناس خذوا مشاهدكم وياكم اقروا ديروا بالكم نقطعوا نقطعوا صح مفردات نوبات تطلع من عندكم. هي ايش سوت عكس هذا؟ هي من اول ما اجت انا هاي اول مرة احكيها طبعا ومو عيب علي انه انا اقول هذا الشيء يصير هو اصلا هم مو عيب بس ما أدري إيش أسميها ما أعرف. متوجسة كانت منكم؟ لا 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 المتوجس ما يسوي هذا الشيء. أولاً خلت رأسها برأس زهراء. زهراء قد تكون البنية مشتغلت لها كذا عملين يمكن مشتغلت لها وهم كلهم وجوه جديدة أغلبهم. زين هي كانت ما مشتغلة أو ما مذكور لها شيء يعني لا تايتل مسلسل هي مشتغلة بيه طق ولا شخصية اشتغلت بالعمل الفلاني العمل طق ولا شخصية هي مشتغلتها بذاك العمل اللي ما طق هي شخصيتها طقت. هاي أنا دحكيها بالشعبية الطق. بس هي البنية طاقة على نفسها. الإنسان من يشظى على نفسه يعني يرمي طلقة بس الطلقة ترتد عليه هذا راح يأذي نفسه يضر نفسه. أنا ما ممكن أشوف أنعام أنا نجمة لا أنا إنسانة بسيطة متواضعة قاعدة في مدرسة اسمها مدرسة الفن لازلت أتعلم من قاسم الملاك أستاذ قاسم الملاك على رأسي من الأستاذ سامي ولازلت أتعلم مو خلي ما نقول دزدمونة منو من البنات الشابات من كل الشابات. إذن مختصر مفيد إنها كانت خلت رأسها برأس غيرها شارطة شروط وصل الأسماعنا إنه هي ما تمثل بحيث لك أنا يعني الشركة صارت موقف محرج ما تمثل إذا ما تستلم كذا أجر حال حال ما تمثل إذا مو صورتها تنزل اسمها بالهذا بفلان مكان ما تنزل ما تمثل لزمتهم وين يتم تاجعهم الشركة ضايقت يعني هي ترى مو حبا بتمثيلها أو كذا زين وما تمثل إذا ما تنزل صورها بالشاشات بالعراق حالها حال فلانة أو سين ما نقول زهرة أنت تجي أنا ما أقدر أنا اليوم وياي فاطمة الربيعي صار اتصال بينكم؟ لا سوينا اجتماع زين قالت لا انا ما قايله هيك شيء واني انتو كذا واحنا جروب واحنا ما ادري شنو والله وما اعرف ايش وكذا. قلت لها صافيه لبن يعني باكر راح يصير اجتماع عندنا ويا الشركه انه انت هذني ترى شروط مفتعله او 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 قايليها نيابه عنك او ناقلها واحد غلط انت تجين تدخلين بالمكان المناسب اكو ناس احق يصعد اسمها
زين، وانت اسمك ينحط بالمكان الاخر وتغير الحكي. واحنا مشتغلين 90 حلقه، انت جايه تشتغلين 40 حلقه، يعني ضيفه. فاللي باذل الجهد 90 حلقه ومشتغل 9 اشهر وباقي له شهرين او 3 اشهر ويخلص، هذا ما ممكن يجي يخلي نفسه براس كذا. قالت لا لا، فسوت بعت نفسها